الاغلب حنحكي اشياء عامه، يمكن اشي مر عليكم بوقت البيولوجي، يمكن اشياء مرت عليكم في المدرسه، بس انا حاحاول اربطها اكثر ما بقدر ب ديزيزز، باشياء من حياتكم اللي ممكن راح تشوفوها لقدام. اليوم احنا ما راح نبلش محاضره، بس راح نحكي انتروداكشن عن الماده. الماده بتنقسم لجزئين، الجزء الاول موليكولر بيولوجي راح نشرح فيه البيسكس والبرنسيبلز، دي ان اي، ار ان اي، البروتينز، كيف موجودين بالخلية، شو التكنيكس اللي بنستخدمها في المختبرات واللي ممكن تمر عليكم أو يمكن ما تمر عليكم أبداً حسب الفيلد أوف سبيشاليزيشن رح تختاروه، بس يو ويل سي الأبليكيشنز تبعتنا. والجزء الثاني جينيتكس، رح نحكي عن الباترنز أوف إنهيرتنس، كيف التريتس والصفات الوراثية تورث وكيف بيأثر بالنسبة لنا. إحنا بهمناش الصفات الوراثية، بتعطينا صفات شكلية، هي بيسكلي التريتس اللي ممكن تأدينا ظهور ديزيزز، وهاي الديزيزز بتحتاج منا نعمل انترفنشن، هل في عنا تريتمنت ولا لا، ولا بس الايم تبعنا نعمل دياجنوسز لإلها او نعمل برينيتال دياجنوسز، يعني وقت البريجننسيز نشوف مثلا اذا هدول العائله في عندهم مرض جيني معين، شو ممكن الاليه اللي نقدر نعرف فيها انه بهذا البريجننسي رح يولد البيبي هذا الفيتس حيكون عنده جيناتيك ديزيز وصل له او لا، اند سو اون. ويمكن تمر عليكم لما تدربوا بالاطفال يمكن شوي على الامراض الوراثيه حسب انتم وحظكم، بس اللي احنا بنعرفه انه بكل الكوميونتي خصوصا ببلادنا الزواج على الاغلب منا من بعض، بلدنا مش كثير كبيره، فديفينتلي وي دو هاف اور اون ديزيزز، ففي عندنا امراض موجوده بعائلاتنا وهي الامراض ممكن نلاقيها تورث للنكست جينيريشن. رح نشرح هذا البرنسبلز خلال هذا القسم. المساق حلو للي بيحب هذا النوع من الاكستنشن للبيوكيمستري، لان احنا بنحكي عن المولكيولز، وهاي المولكيولز شو لها افكت على الديزيزز. يعني بالبيوكيمستري شرحنا بيسكس تبعت الميتابوليزم، تبعت الماكرو مولكيولز، البوليمرز المختلفه بتكون موجوده بجسمنا، اند سو اون. اليوم احنا رح نشوف الافكت تبع هاي المولكيولز كيف ممكن اني اشوفه على ظهور ديزيزز، different types of diseases، وكيف ممكن أنا اليوم الإشي اللي كنا زمان نتخيله زي science fiction اليوم في عنا equipment تساعدنا إنه لا this is a fact. بعدين انتقلنا لمرحلة أكثر صرنا نقول إنه كيف هذا الإشي بيقدر يساعدني بالdiagnosis، لأنه أنتوا بهمكم to diagnose diseases، وبرضو بنفس الوقت كيف رح يساعدني to intervene with the new technologies to treat diseases، وهل في عندي treatment لا أمراض مختلفة بقدر إني أستخدم هاي التولز والتكنيكس لإلها ولا لا، وشو ربطها بحياتكم الميديكال. طبعاً في جوانب الموليكولر بيولوجي إلها دخل بالبلانتس، في إلها دخل بالأنيمالز، في إلها دخل بالبكتيريا، and so on. إحنا حيهمنا أكثر هن كلهم نفس الجنرال كونسبت، بس الأبليكيشن هو اللي بيختلف. إحنا الأبليكيشن بيكون عندنا how to diagnose diseases، وكيف بدي تكون هاد جزء من الفيوتشر بلان ل التريتمنتس المختلفة اللي بتكون موجودة عندنا. بعرفش إذا أنتم حضرتوا المؤتمر، حضرتوا محاضرة الدكتور غسان سعيد. دكتور غسان فيزيشن طبيب، بس هو بيشتغل أونكولوجي. أكثر أبليكيشنز شفناها بالموليكولر بيولوجي هو بالكانسر ديزيزز، لأنه إحنا أخذتوا يمكن بالباثو إنه الكانسر هو جينيتيك ديزيز، يعني في تغيرات بتصير على مستوى الدي إن إيه والآر إن إيه والبروتينز الموليكولر ليفل أوف السيل، بيحولها من خلية طبيعية لخلية ابنورمال. كيف هذا الاشي بيساعدني اعمل دواء؟ جزء يمكن الصيدلة بيدرسوا هذا الاشي باستفاضة كتير. كيف احنا بيساعدني اعمل دياجنوسز؟ هلا انا كتير بيهمني ان اعمل بيوماركرز للديزيزز لمختلف الامراض، الزايمرز، باركنسون، للكانسرز المختلفين بيهمني اعمل بيوماركرز. ليه؟ لان بدي ايرلي دياجنوسز، او حتى قبل ما يصير ديزيز انا اعرف الستيج اللي ممكن قبل هذا بالكانسر بيهمني، البري كانسر سيلز هل بقدر اعرفهم احددهم، بقدر انها تساعدني تو ديتيرمن هذا الشخص ات ريسك، الريسك هاي 90% 10% قديش الريسك، وهل هاي الريسك اذا زادت معناته حيصير الديزيز ولا لا، ممكن اعمل بريفنتيف ميجرمنتس واخلي اعمل ريفيرسينج لهذا الشيء. هذا كلياته رح نشوف البيسكس تبعته بالبدايه، وبعدين نشوف كيف هاو وي ابلاي ذات تو على ارض الواقع. هل احنا بمجال الطبي
الموليكولر بيولوجي والجينيتكس ماخذ كثير حيز من الدياجنوسيس من التريتمنت اوبشنز من الفولو اب للبيشنتس مش قد ما بندفع مصاري عليه. موجود بامراض كثير قليله يعني وي وير لاكي انه مثلا دكتور غسان مشوا وعملوا باتنت لماركر مشان يقولوا عن الايشو كان سيرفيكال كانسر او اوفيريان كانسر اوفيريان كانسر في احنا لاكي انا في عندي ماركرز للبريست كانسر احنا مش كتير لكي ما عنديش للبروستات مش كتير لكي ما عنديش سبيسيفيك ماركرز لللونج كانسرز حتى بروجنوستيك ماركرز انا بدي دياجنوستيك ماركرز بدي بروجنوستيك ماركرز يعني لما اجاني مريض معظم المرضى ما بيجيني بالستيج اللي قبل ما يكون مريض بيجيني وهو مريض اوريدي هل بقدر اقول هذا التريتمنت مناسب له ولا لا بدي اروح على اوبشن 2 3 4 ان سو اون كل هاي الاشياء ندفع كتير مصاري على الاناليسز من هذا النوع بس لساتنا we are moving baby steps بس by the time انتوا حتكونوا practicing definitely حيكون في كتير updates definitely رح يكون في كتير techniques تساعدنا markers موجودين already to help you diagnose determine هذا patient رح يستخدم هذا treatment او هذا او هذا او هذا رح نحكي شوي لانه احنا ساتا نشرح بس principles of that الساينس هاد هو الساينس تبع القرن 21 اي فيزيشن اف يو دونت نو انفورميشن ا ليتل بيت عن هذا الفيلد تحس حالك يو ار ليفت بيهايند لانه بالمستقبل باي ذا تايم يو ار براكتسينج يو وود سي انه هذا النوع من الساينسز بتساعدكم كثير بتساعدكم بالدياجنوسيس حضرتوا اذا منكم مجموعه حضرت محاضره الارتفيشال انتليجنس اليوم احنا بنستخدم سوفت ويرز بتساعدني احل دياجنوس diseases من يعني أعمل صور I can predict مثلاً prognosis أو أعمل diagnosis من الاي AI يساعدني بهذا الشيء فالباثولوجي بيعتمد كتير على المعلومات اللي إحنا بنطلعها من molecular biology and so on فاليوم صرنا نسمي الباثولوجي molecular pathology يعني فيش باثولوجيست بروح بس يتعلم كيف يعمل staining أو يقرأ slides من stained slides لا صرنا صار يدور على المولكيولر ماركرز اللي ممكن ان تكون موجوده وتساعد الدياجنوز زي ما حكيت لكم بالامراض المختلفه احنا وي ار ستيل ات فيري ايرلي ستيج ستيل بدنا كتير شغل بس كله بيرجع لنفس البيسك برينسيبلز اللي تعلمنا فيها انه دي ان اي والار ان اي والبروتينز هم السنترال دوغما اوف ا ليفينج سيل والكونكشن اللي بينهم اجت من معلومات جمعناها على مدى مئات السنوات وكل ما بنتعلم أكثر كل ما بنشوف إنه في أشياء كتير لسه تحتاج مننا نعرف وندور إذا شفتوا وقت إذا ممكن أكثر كيس موليكولر بيولوجي ساعدنا فيها وقت الكوفيد 19 كوفيد 19 كان 2019 أو آخر بانديميك كان قبله كان الإنفلونزا سبانيش فلو 1900 السبانيش فلو قعدوا سنوات الناس بالكوارنتين ما يطلعوا طبعا واذا طلعوا يحطوا ماسك بطريقه معينه ان سو يعملوا ديستانسينج وكل البروكوشنز اللي احنا اخذناها ب 2019 بدايات 2020 لما قالوا انه في انفكشن على الاغلب فايرال ات ذات تايم ذي ديد نوت نو ايش هو المايكرو اورجانيزم ما نعرفش هذا الفيروس ينتمي لاي عائله تاخذين مايكرو صح بتعرفوا انه بنقسم المايكرو اورجانيزمز لديفرنت فاميليز وسبيشيز او بنعطيهم كاركترستكس بيست على صفاتهم تكون موجوده فيهم فقالوا we do know it is a virus أول مرحلة قالوا في مايكرو أورجانيزم عامل إنفكشن ما نعرفش إيش هو في عنا إنفكشن بصيب المنطقة عمل كورنتين للمنطقة قللوا السفر كل هاي الأشياء كانت بدايات 2020 بعدين they identified it's a virus هلأ كيف الموليكولر بيولوجي ساعدنا once they isolate the virus هذا كان الحكي بشهر 3 بشهر 5 طلعنا من الكورنتين صح عرفنا شو هو الفيروس عرفنا الجينيتك ماتيريال تبعته فقدرنا نحدد هو من اي عيله عملنا له سيكونسنج للفيرال جينوم دخلناه على داتابيسز فري صار اي ساينتست في العالم كان في ايطاليا فيها او في بريت في فرنسا ببلادنا احنا وي ار بيهايند احنا اعتمدنا ما عندناش مختبرات تخلينا تعمل هذا الشيء بس كل المعلومات اللي اي لاب كان يطلعها كانت تدخل على الداتابيس شو قدرنا نعمل قدرنا نعمل كيت دياجنوس يعني شهر 4 لما كنا نطلع انت تشك انه عندك الاصابه بتروح في عندك كيت بالمختبر they detect اذا انت عندك كوفيد بوزيتيف او نيجاتيف كيف عملنا it is based on a molecular basis
مبني على السيكونس للجينوم تبع الفيروس اللي حددناه، قدرنا نعمل بروتوكول معين وقدرنا نعمل كيتس ونبيحها للمختبرات. لاحظوا at that time كل العالم عمل شاتنج داون، يعني اللي بيشتغل كانسر وقف، اللي بيشتغل الزهايمر وقف، اللي بيشتغل باركنسون وقف، كان كله موجه، كل المختبرات موجهه. نعرف الجينوم سيكونس تبع السارس، كان موجه نعرف الـ نعمل دياجنوستيك كيت، وبعدين صار العالم كلياته موجه نعمل فاكسين. سو ات ذا اند اوف ذا يير 2020 احنا كنا راجعين على اشغالنا، المدارس رجعت داومت كثير باماكن دول من العالم، كان في فاكسين الناس بتاخده. هلا في ديبيت على انه الفاكسين كان سكسسفول او لا، بس اتليست ان سمح لنا نرجع لحياتنا. ما قعدناش 3-4 سنين بالكورنتين، قعدنا يمكن سنه او حتى اقل من سنه بكثير من دول العالم. هلا الفيرال جينوم بضل يصير عليه ميوتيشنز، بضل يتغير. مشان هيك انت بتكون عندك كل السيمبتومز، بتروح تعمل التيست ات ا تايم كان يطلع نيجاتيف، بس انت عندك كل السيمبتومز. بعدين لانه كل مختبرات العالم كانت عم تشتغل بس تعمل سيكونسينج للفيرال جينوم، ما اعتمدوا بس على السيكونس الاول، هم عارفين انه هذا فيروس، عارفين انه الفيروس ضل يعمل ميوتيشن للجينيتك ماتيريال تبعته. صار كل مختبر يصير في عندي اوت بريك بلد ياخذوا عينات من الناس، صار تطلع عنا الاوميكرون والفارينس المختلفه من الفيروس. هلا طبعا نسيناه صح، هلا يمكن لو نعمل سوابينج للمجموعة الموجودة عندي بالقاعة يمكن يطلع 10% يكونوا مرضين. أول شيء السيمبتومز أقل، ثانيا بطلنا نخاف كثير، صار زي الفلو أبت. في ناس بتتأثر كثير أكثر من ناس ثانيين، يس وي ستيل ليرنينج أباوت ذا فيروس والكومبليكيشنز على اللونج تيرم اللي بتكون موجودة منه، بس بنتعلم وبنضل نضيف على الداتا بيسز مشان أي واحد بيجي يحكي عن الفيروس أو يحكي مثلا وي بريدكت أن أوت بريك أو we think إنه الشتاء الجاي حيكون كتير صعب، حيكون فيه كتير حالات. هذا الإشي بنعمله مع الفلو، مع الإنفلونزا فيروس. في كل سنة عندي فاكسين يكون مختلف على السنة اللي قبل، لما تأخذوا مناعة السنة الجاي بتشوفوا كيف الفاكسينيشن بروجرامز إيش بتعتمد، أو how we can predict شو اللي بدي أنا أكون حاطته بالفاكسين بيست على توقعاتي للتغيرات اللي بتصير على الفيروس. هلا كل هاد ما كان رح يصير لو ما كان عندي equipment في المختبرات، وما كان في عندي ناس بتعمل proper isolation للفيروس، proper isolation للgenetic material، بتعمل sequencing، strong computer softwares تعمل لي analysis تقول لي والله هذا الفيرال جينوم بيشبه العائلة الفلانية من الفيروسات، هذا الفيرال جينوم هيك شكل البروتين تبعه. اليوم أنا في عندي أدوية بتمنع الإصابة أو بتعطى للمرضى بأوائل مراحل الإصابة، أخذتوا أنتوا بالفارماكولوجي عن receptors، كيف الأدوية بتربط بسبيسيفيك ريسبتورز، كيف بدي أمنع فيرال إنفكشن أو أقول والله هذا الدواء مصمم أو معمول مشان أعطي للمرضى اللي عندهم إنفكشن معين. كل هذا إجا بسبب الثورة الكبيرة اللي إحنا بنشوفها بالفيلد أوف موليكولار بيولوجي. الجزء الثاني من الفيلد تبعنا حيكون عن الجينيتك ديزيزز، أخذته يمكن بالبيوكيمستري عن الأمينو أسيد ميتابوليزم، بعرفش قد ايه اخذتوا ديتيلز او حفظتوا، but you do know that we can inherit genetic diseases تمنع أمينو أسيد او اكثر يصير له ميتابوليزم. هل هاي الجينيتك ديزيزز موجوده ببلادنا، ببلاد اكثر من بلاد، في مثلا احنا عندنا ببلادنا في عندنا تلاسيميا، في عندنا الكابتان يوريا، في عندنا امراض جينيه تتوارث من جينيريشن لجينيريشن، إلها دخل مثلاً بديابيتس، في عنا أمراض سيستيك فايبروسيس بنورثن يوروب we can see that، ففي عنا بكل مجموعة من البوبوليشنز we do see genetically inherited diseases بتكون ناتجة عن، رح نشوف إحنا بالمحاضرات لقدام، ميوتيشن بتكون على جين معين بغير شكل وفانكشن إنزايم، بيكون هذا الإنزايم كي إنزايم لستيبس باثوي مثلاً ميتابوليزم زي المثال الموجود عندكم هون الفينيلألانين. الفينيلألانين بيعطينا تايروسين بيكمل بالميتابوليزم. في عنده أكثر من جينيتك ديزيز we can see in our countries مرتبطين بالفينيلألانين ميتابوليزم. في عنا الكابتانيوريا، في عنا فينيلألانين، فينيلكيلوتونيوريا، هذول الديزيز كلياتهم ناتج عن
ميوتيشن بتكون واحدة أو أكثر، رح نحكي إن شاء الله عنهم لما نيجي نحكي بالمحاضرات اللي قدام. And we do see these diseases among our populations. هلأ شو الحل؟ نمنع هدول التو تريتس إنها تكون موجودة إن شاء الله بالمحاضرات اللي قدام لما نيجي نحكي عن الجينز والباترنز والإنهيرتنس and so on. You would ممكن ترسموا صورة إنه كيف ممكن والله هاد الإنهيرتنس إنه يصير أو يصير أقل أو يصير بشكل ألاقي سيفير أو ألاقي للسيفير among the patients اللي بيكونوا مصابين فيه. مشان هيك ممكن ألاقي array of symptoms عند المرضى ممكن ما أربطهم مع بعض إلا إذا أنا كنت عارفة إنه هدول كلهم من هاي العيلة وأنا بعرف إنه هاي العيلة عندها هذا الديزيز. بهمنا نعمل prenatal diagnosis يعني خلال الحمل نكون عارفين بأمراض زي التلاسيميا، هذا إشي كتير مهم خصوصا كنت عم بحكي عن ميجر تلاسيميا. في عنا أمراض تانية بهمني إني أنا أقول والله للأهل أنت مصاب أو مش مصاب. اليوم في كتير شركات بتحاول تعمل للناس إن أنت تروح تعمل جينوم سيكونس، يعني تودي عينة from your blood بعملكم سيكونس لكل المعلومات الموجودة عندك وقولوا لك مثلا أنت حامل لميوتيشن على which genes. هلأ أنا رأيي الشخصي أنا مش مع هذا الإشي، مش بس عشان الكوست، يعني ممكن يصير لما يصير ناس كتير تعمله ممكن يصير شركات تنافس بعض فيصير شوي أرخص. هلأ هذا بخلينا نضل قلقانين. هلأ في دائما بالجينيتكس في جزء كتير مهم اسمه الإثكس كونسلينج للبيشنتس أو لأهل البيشنتس اللي بيكون عندهم هذه الديزيزز. هلأ أنا لا أفضل إنه مثلا اثنين إحنا لما أي واحد أو أي كبر بده يتزوج وبروح يعملوا فحص التلاسيميا ما بيعملوهوش فحص بيعملوه فحص كيمستري رادر دان فحص موليكيولر، يعني مش جينات وسيكونسينج. وشوفوا البانيكينج اللي بيكون بين الناس لما واحد منهم يكون حامل ضل يسألوا بروح عند الطبيب ان سو اون، مع انه انتم ماخذين يمكن سنه اولى يمكن اخذتوا عن التلاسيميا يو انه اذا واحد كارير الثاني نورمال ما عنديش مشكله بالابناء اللي بيكون موجود عندهم. هلا هذا الاشي أطبقوا على كل الأمراض بصير كتير الواحد الآن. أولاً في ميوتيشنز بتصير خلال حياتنا مش بالضرورة تكون ميوتيشنز إنهيرتد أو باللحظة اللي أنت رح تعمل فيها التست. وثانياً قديش البانيك اللي أنت بدك تعمله بأي بوبوليشن لما تعمل هذا. مشان هيك ببلاد برا ما عمره حدا إجا بهذا الكونسبت إنه والله خلينا نعمل جينوم سيكونسينج لأي اثنين متزوج مشان أشوفهم شو حاملين أمراض جينية. هلا احنا بنحكي بالاسلام عندنا بعد الزواج، عارف ايش هو الحديث، بس انه نبعد كل ما بعدنا اكثر عن العائله كل ما البول تبعت الجينيتكس بتصير اوسع، فبالتالي نعملش فانيلينج للامراض الجينيه. اذا في هيستوري بالعائله ممكن نفحص ممكن لا، برضو اجين في ناس ما بتحب انها تعرف هذا الشيء. هلا هذا هون انتم بتكونوا بهذا الفيل، انتم اللي براكتسينج دكتورز اللي رح تكونوا. هيجيك واحد يقول شو رايك اعمل ولا ما اعمل، انتم ما فيش شيء عندكم ولا كورس بدرسكم الكونسلنج ولا شيء. هذا اي ثينك يو ويل ليرن ات بالتخصص او بعرف صراحه وين، بس احنا ما عندناش ولا مساق ولا باي جامعه تكنو عندهم برنامج ماجستير للإثكس، بس مش بخلال مش لطلاب الطب مثلا بالبكالوريوس انك كيف تتعامل مع اهل مرضى اهل مريض مثلا عندهم جينيتك ديزيز مثلا بروح يفحصوا كل اولادهم يفحصوا هم ما يخلفوش ابدا. كل هاي الديسيجنز هم بياخذوها وفي تيبس بيعلموها للطبيب كيف يتعامل مع المريض واهله بهذا النوع من الامراض. وكل احتياجاتنا بالمستقبل الأطباء بتحكي أكثر مع الناس وبتسمع أكثر للناس لأنه هلا صار الإنترنت أفيلبل للكل، فأكيد ديفينت الواحد بتشخص الديزيز بتلاقيه بيقرأ كل الأرتيكلز كل الويب سايتس كل السبورت جروبس، بعدين برجع للدكتور بكون بده دكتور يسمع له، الدكتور بكونش فاضي فما بسمع بقول له اعمل اللي بدك إياه مثلا ديبيندز حسب إيش الديزيز. بس العالم صار قرية صغيرة والمعلومات صارت أفيلبل لكل حدا، ممكن بتخطر على بال الناس أشياء ممكن تصدمكم يعني إنه والله كيف فكر بهذا الشيء and so on. ف I think you should in the future learn about this. هلا معظم اللي بيشوفوهم أطباء الأطفال اللي مثلا عائلة بيكونوا متزوجين بيطلع عندهم ابن مصاب، فكتير من الناس اللي بيروحوا على diagnostic genetics بيكونوا subspecialty من طب الأطفال، بيكون عشان لأنه أول ناس لما يتشخصوا بالأمراض خصوصا الأمراض الوراثية بيكونوا من أطفال بعائلة بيروحوا لطبيب معين and so on. هلا الفينيلكتونيوريا اذا التست بينعمل كومبلسري عندنا بالاردن للبيبي اول ما ينولد ات مينز عندنا كيسز، ات مينز انه التست مش كتير غالي، وات مينز انه
it is life threatening فلازم نعرف اذا هو مصاب او لا. فقبل ما يدفع الطفل من المستشفى بنعمل هذا التست، بنعمل مع فيتامين كي، في كمان تست ثالث بيعملوه، يعني كلهم هاي الشيء بسموها التست تبع كعب الكعب الرجل اه يمكن هيك. فالفينيل كيتونيوريا از ديزيز ذات وي هاف ات. كثير من العائلات صاروا متعلمين اكثر فصاروا يعرفوا انه والله اذا انا في عندي هذا الجينيتك ديزيز بصير بعد الزواج اكثر ان سو اون، بصير نقول مثلا والله اه احنا معروف عندنا بهاي العائله في من هذا الديزيز. وكل ما نعيش اكثر كل ما راح نتعلم اكثر، كل ما راح نشوف جينيتك ديزيزز ذات وي دونت نو ذات ذي اكزيست، لانه طول الوقت حيضل في ميوتيشن على الجينوم تبعنا، طول الوقت حيضل في تغير. واحنا وحظنا هاي الميوتيشن حتكون تؤدي لخلل بالامينو اسيدز او خلل بترتيب الامينو اسيدز، بالتالي خلل بشكل البروتين، خلل بالفانكشن تبعته او لا. في كثير ميوتيشنز اول ذا تايم، في ميوتيشنز بتصير عندنا بس احنا وحظنا هاي الميوتيشن وين صارت. فهذا الفصل حتلاقوه زاخر بالمعلومات، وانا بقول لكم المعلومات اللي فيه كثيره. رح احاول بس اشرح لكم برنسبلز، يعني ما رح احاول ادخل ديتيلز، وراح تكونوا انتم في ناس الكيوريوس مش بالضروره تكونوا كلكم، بس في ناس مثلا تخطر بباله فكره او بيكون سمع عن كيس من عيلة جيرانهم والعيلة قرايبهم من سؤون او كيس موجوده عندهم وهكذا، بتصير تخطر ببالكم اسئله. يو ار الاود طبعا ديفينتلي تو اسك، وانا طبعا اكيد ما بعرفش كل شيء، اكيد بتعلم معاكم بتعلم منكم كمان لما تيجوا تسالوا. فانا رح اركز اكثر على البرنسبلز، رح احاول اربطها بالامراض اكثر so that it becomes nearer لشيء انتم تحسوا انه والله yes this is part of our field. البيولوجي بيدرسوا موليكيولر، المختبرات بيدرسوا موليكيولر، بس كل واحد بيكون الابلكيشن تبعه مختلف. انتم الابلكيشن هو ايش علاقه هذا الشيء بظهور الامراض؟ هل علاقه ظهور الامراض هذه يؤثر على decision making to treat او لا؟ وبعدين شو البروجنوسيس ممكن انا اشوفه من ديزيز بيكون بهذا الشيء؟ لأن المساق تقريبا مقسوم نصين، مادة المد حتكون موليكيولر بيولوجي، حيكون الريفرنس بوك تبعنا اسمه ذا سيل، رح انزل لكم اياه، عندي بي دي اف فيرجن منه. لغته لطيفة وصوره كثير حلوة، فسهل عليكم انكم تشوفوا النوتس اذا بدكم ترجعوا للكتاب. الجزء الثاني رح يكون كتاب هيومن جينيتكس. هلا من اديشن لاديشن هذول الكتب بلاقي في كثير ادفانسز مكتوب عليها، ليه؟ لانه في حدا سالني قال لي نفس الماتيريال تبعت الفصل الماضي تشبهها، بس انا بضل اعمل ابديت، يعني بضل اتفرج على المحاضرات، حنزل لكم محاضرات اسبوع باسبوع عشان اذا لقيت شيء مثلا ابديت اضيفه على محاضرات ما بضيف لكم اياه سو ذات يو كان بي ابديتد على الاشياء اللي ممكن تكون موجوده وبتتغير. امتحان الميد من 50 مش زي السيستم، السيستم فيه 40 60، احنا امتحان الميد 50 حيكون حنكون خلصنا كل مادة الموليكيولر بنمتحن فيها ميد، حنخلص كل مادة الهيومن جينيتكس وبنمتحن كل المادة الفاينل برضه كمان من 50. بس اسئلة الموليكيولر حتكون اشياء بيسك اللي بتفيدك في الجينيتكس، يعني انا بدي اياكم تضلكم متذكرينها. في حدا عنده سؤال؟ في عندكم ولا سؤال عن المادة؟ احنا